أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الطاعات، العبادات، الزيارات، وأن يكون سيدنا ومولانا بقية الله المهدي الموعود صلوات الله عليه، وعجل في فرجه الشريف، يرعى الجميع برعايته، وأن يكون سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه وأخته كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام الشفعاء للجميع في حوائج الدنيا والآخرة. ورد في كتاب الكافي الشريف عن مولانا أبي الحسن صلوات الله عليه الحديث الشريف بهذا المضمون، أن شخصا في الأمم السابقة عبد الله 40 سنة، في الأحاديث الشريفة التعبير بعبد الله يطلق عادة على صيام النهار وقيام الليل. الشخص الذي يحيي كل الليل بالعبادة، بالصلاة، بالذكر، بقراءة القرآن في هذه الأمة، بالدعاء، وفي النهار يبقى صائما طول السنة في الشتاء والصيف والخريف والربيع، لا ينام في الليل إطلاقا، ويكون مشتغلا بالعبادة كل الليل، ولا يفطر في النهار إطلاقا طول السنة إلا الأيام المحرمة. هذا الشخص يقال له عبد الله، وإلا اللي يأتي بالعبادات الواجبة فقط هذا لا يطلق في اصطلاح الأحاديث الشريفة عليه بهذه الكلمة. عبد الله 40 سنة، يعني 40 سنة لا يفطر في النهار إلا في الأيام اللي الصوم حرام، ولا ينام في الليل وهو مشغول 40 سنة في الليالي بالعبادة. بعد 40 سنة قرب قربانا إلى الله تعالى، مثلا ذبح خروف. في الأمم السابقة كان هكذا، عندما الشخص كان يعطي شيء لله سواء ذبيحة أو غير ذلك، علامة القبول أنه تأتي نار من السماء فتحرق هذا القربان، يعني هذا علامة أن الله سبحانه وتعالى قبل هذا التقرب. هذا الرجل بعد 40 سنة من العبادة ليلا ونهارا شكد تقرب إلى الله، قدم قربانا فلم يقبل منه. 40 سنة عبادة ما قربته إلى الله تعالى، والعلامة أنه لم يتقبل قربانه. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول هذا الشخص
جعل يلوم نفسه ويخاطب نفسه ويقول: ما أتيت إلا منك. النفس الأمارة بالسوء، يعني أنت كنت السبب في أنه ضاعت علي عبادة 40 سنة، والدليل على ضياع هذه العبادة أنه لم يتقبل القربان مني. في قصة هابيل وقابيل، حيث قربا قربانا، القربان تقبل من هابيل، جاءت نار من السماء وحرقت قربان هابيل ولم يقبل من قابيل، بقي القربان موجود على الأرض. هذا العابد 40 سنة لم يقبل منه، هذا عاتب نفسه، لام نفسه هذا العابد، قال: ما أتيت إلا منك. العبادة مهمة جدا، ولكن الأهم من العبادة أن الإنسان لا يغتر بعبادته، أن الإنسان لا يرى بعد منو أحسن منه، منو أكبر منه، منو أفضل منه، لا يفكر هالشكل، لا يتكبر على الله، لا يتكبر على الناس. الإنسان بمقدار ما يجب عليه أن يتعلم علوم الإسلام ويعلمها للآخرين ويصرف طاقاته في هذا السبيل الذي هو أهم شيء، أما في نفس الوقت لا يغفل عن تزكية نفسه، عن تربية نفسه، حتى إذا تعلم شيئا وإذا علم شيئا للآخرين، إذا صار له مقام في العلم، مقام في المعرفة، هذا لا يوجد له تكبرا، لا يوجد له ترفعا في النفس، ليشوف نفسه أرفع من الآخرين، ليشوف نفسه أهم من الآخرين، حتى لا يكون مثل هذا العابد. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكروا لنا قصص الأمم الماضين حتى نعتبر بها. من أهم الأمور وفي طليعة الواجبات والفضائل ما قاله الإمام الرضا صلوات الله عليه: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، ولكن في نفس الوقت إطار هذا التعلم وإطار هذا التعليم يلزم بكل تأكيد أن يكون هذا الإطار في نفس متواضعة لله وللناس، في نفس متذللة لله ولأهل البيت، في نفس لا تجد منها شخصية ارتفعت بسبب هذا العلم. فهذا الشيء مما يعرفه الإنسان من نفسه ويعرفه الله من نفسه. فحاولوا وأنتم في طريق تعلم علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذه الفضيلة العظيمة، أن الشيطان، أن إبليس لا يوجب تلبيس هذا الفضيلة العظيمة بإطار، هذا الإطار يسلب قيمة هذه الفضيلة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.